هاي الشركة اللي مال اطعام شنو عنوانها؟ شنو اسمها اللي مسيطرين عليها هذول؟ هسه انا هسه موجوده بالتليفون، هسه ارسل لك اياها دكتور قصي. جميل معروفه هي، ما يحتاج خليني. ايش قد قاعد نخسر؟ حتى ايش قد قاعد نخسر احنا من وراء وزاره العدل ودائره الاصلاح؟ ايش قد جاي نخسر اموال على الاطعام كعقود؟ انت تصور الوجبه للطعام للسجين الواحد 9000 دينار، اضربها 9000 دينار في 60000 نزيل، 60000 سجين، هاي بس بدائرة العدل، بس الإصلاح. يعني الآن الإرهابي اللي قابع بسجوننا بالحوت أو بغيرها، الوجبة الوحدة 9000؟ طبعاً معروفة هاي، موجود هاي عقود رسمية، راح أزودك بكل الوثائق وأزود ليش أزود لجنة مكافحة الفساد؟ هسه لجنة مكافحة الفساد تجيب مدير العقود تقول له تعال طلع لي العقود مال الشركة، ما يحتاج دكتور قصي. يعني انا مطيهم حار ومكسب ورخيص. مدير العقود شو اسمه؟ بس قول لي ابو وزارة العدل شو اسمه؟ ما مطيهم شيء مخفي. شو اسمه مدير العقود ابو وزارة العدل؟ كاظم معروف معروف، كلها تعرفه كاظم. يعني 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 قبل لا انتقل خلي يحكيها الرأي العام العراقي، كلها تعرف علي نعمة. اتصور دكتور قصي، اي اتحدى علي الزرفي، علي نعمة الزرفي موقع على عقد واحد، تعرف يا علي يخلي علي صباح المعاون ماله هو اللي يوقع، ما موقع ولا على اي عقد، لان يعرف كل المخالفات الشروط والقانون. زين خلي عندي هواي ملفات اني، بس اصبر لي. لا مو هاي خطيره كلش اللي ذكرتها. عندي 60000 نزيل في السجون العراقيه، اذا اريد اطلع كنسبه 30000 من ذولا، عمي مو 30000، 20000 ذولا ارهاب اللي كتلوا ابنائنا وولدنا بالشوارع، هذا كل واحد مخصص له 9000 دينار، يتريق بتسعه ويتغدى بتسعه ويتعشى ب9000 بعقود رسميه موقعه من وزاره العدل، اعطيني اياها. موجوده دكتور قصي، موجوده ومعروفه، وكل الدائره وكل السجناء وكل الحرس وكل، يعني انت تصور كل الحرس لدائرة الاصلاح تعرف هذا الموضوع، كل الحرس اي حرس ياخذونه هسه من الباب ياخذونه يحققون وياه يسولف لهم هذا الموضوع. زين العقود، انت التجهيز مال الحوانيت من وزارة الصناعة على اساس من وزارة الصناعة، طيب خلي يدزون على وزارة الصناعة ويقولوا لهم اعطونا عقد انتم مجهزين دائرة الاصلاح، عقد البطاطين دكتور قصي ركز، بطاطين، فراشات، شراكف، بدلات مال النزلاء، هذني الفرش الاسنان، المعجون، موس الحلاقه، الملابس الداخليه، ذني خلي يطلع واحد يقول جهزناها من مصانعنا العراقيه. لعد منين؟ يطلع واحد لعد منين؟ يطبون على المخازن دكتور، خلي يطبون على المخازن، يلقون المخازن خاويه لو مليانه بس هاي. لعد من يجهز؟ لعد من يجهز؟ إذا مو وزارة الصناعة من يجهز؟ شيخ صباح الفساد، شوفوا لنا هاي القضية.